شايفك كأنك عم تكتم شعر. لا، عم حضر لفحص البكالوريا. لفحص البكالوريا؟ شو هدول روشيتات ما؟ لا شو روشيتات؟ ملخصات هدول تحسبا. تحسبا لشو؟ يعني ما بتعرف الواحد وقت الفحص بينعمى على قلبه بينساله شي كلمة شي بند. الضرورات تبيح المحظورات. إن شاء الله القريضة. هلكتنا بهالبكالوريا تبعك، كم مرة بدك تقدمها؟ رح تقلف فيها. بدي أقدمها 2000 مرة وأسقط. حدا أخو مرائي، شو اللي زعجك أنت آنسة ابتكار؟ خلص بقى أنت الثاني، خلص قدام واقعك بقى. يا رجل حاجة تحلم، ما بتسمع المثل شو بيقول؟ ارضى بالنصيب وارتاح للحبيب، ارضى. هلا هذا مثل، اسمع يا أستاذ، في مقولة فحواها أن الجندي السيء هو ذلك الجندي الذي لا يطمح أن يصبح جنرالا، ومن لا يركب الأهوال لا ينال الآمال، ومن طلب العلا سهر الليالي. والعرب كلهم طول عمره مشهورين بالرماية. آسف خلص يا مهمنا خربتني. ايه صحيح تذكرت استاذ سعيد، بدي احكي معك شغلة بشأن المقولات تبعاتك. شبهوا المقولات؟ شو فيهم؟ شفتهم مقولات طريفة عم علقون؟ هي القصة. يعني اذا بدك تحكيهم احكيهم، انا ما عندي مانع، بس مو ضروري تعلقهم على الحيط. بلكي فاتت لعنا شي موظفة، شي مراجعة، شي مواطنة بتفكر حالها هي المقصودة بالحكي، مو هيك؟ انا معلقهم لاني لقيت فيهم شي طريف. المرأة يجب أن تكون جميلة، أما الرجل فيكفي أن يكون أجمل من القرد بقليل. أنا حاططهم فيهم شي بضحك مو شي بزعل. بتضحك الشخص الذي على حياد، بس إذا حس الشخص أنه مقصود بهذا الحكي ما بتضحك بنوب. اللي بتنخزه وشوكته الله لا يقيمه هو وشوكته. أيها السائق رفقا بالخيول المتعبة. السلام عليكم. اهلين جمالة، تفضلي. سعيد تعا عاوزتك. لا فوتي اشربي لك كاس الشاي. ابن عمي تعب، بدي احكي معك كلمتين. خير شوفي. تعا ما بدي اياهم يسمعونا، تعا لقلك. لك شبك كانه في شيء مصيبه. تعا لقلك. اجا بدر الدجا. لك خير شوفي. حسام بالشرطه. شو عم يعمل بالشرطه؟ حاجزينه بتهمه تحرش. تحرك؟ لك تحرش تحرش. تحرش بمين؟ بمين يعني؟ ببنت. يا حبيبي بشر قوم العرايا اجاكم غير جديد، وبأنه قسم حاجزينه؟ بالقسم المركزي. طيب ماشي، انت تيسري على البيت وانا هلا بروح بشوف شو الوضع. بدك تاجلها لبعد الدوام؟ خذي اجازه وروح هلا. جمانه مشان الله تيسري، انا بحل الموضوع. يلا بدك تستنى ليخلص الدوام؟ لك ما بدي اياك تشوفي المعركه اللي بدها تصير بيني وبين ابتكار مشان الاجازه. تيسري ولا تكلي هم، انا بحل الموضوع. الابناء ياكلون الحصرم والاباء يدرسون. لمعوا اسناني من هالعيله. ما في اجازات سعي. كل مره بيجي ما بيلاقي حدا هون. هديك نهار بهدلني بهدلت الكلاب من تحت راسكم. بس هالمره يعني في ظروف قاهره، لازم تتفهميني منيح. ما في. كل مره المدام بتتصل فيك او بتجي بتصير حضرتك بدك اجازه ساعيه. يا ريت تفهمها للمدام انك موظف بالدوله مو عند حضره جنابه. اسمعي انسه افتكار، حياتي الشخصيه لا تدخلي فيها. انا قلت لك بدي اجازه وبس. المدام دخنتها، خليها تتركك تشتغل عملك مثل العالم والناس. ولك حاجه شو عملتي؟ قدوتي هذا ونص لسان. انا عم اقول لك لا تتدخلي بحياتي الشخصيه، خلص بدي اجازه ساعيه وبس، ما لك دعوه تحكي معي بنوب. طول بالك ليطق لك عرق. الاجازات الساعيه ممنوعه. صحيح ما قلت لي شو الحجه اللي حاططها هالمره؟ لا حجه ولا شيء. ابني حسام بالشرطة بتهمة تحرك، مدري بمين متحرك. اخس ربي مثل العالم والناس، ما بيكم شو الشرطة. لا تتعصوريلي مثل الليمون هلا بكربج وشي. اسمعي لقلك أنا سيفتكار، حياتي الشخصية صرت 100 مرة قايل لك لا تتدخلي فيها. يعني من تدخل بشيء لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه، واللي بتدخل بين البصلة وقشرتها ما بتنوبه إلا ريحتها. أنت مهمتك توقعيلي على الإجازة أو ما توقعي، ليش ما دخلك؟ لا دخلني، أنا اللي بتحمل المسؤولية، وإجازة ما في لو بتطق عيونك التنتين.
خلص بقى يا افتكار فرطية، الشغلة ما لها محردة، يعني الرجال لو ماله مضطر ما كان طلب منك. شوفي شوفي المسكين عم يهني بالكلام، قال من تدخل بما لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه، يعني غلط فيها. بعدين كراسي المديرية ما بتنقبجوز هلا ينكسر فيه الكرسي، حرام عطيه بقى. بس تصير محلي بتقرر، بس طالما انا على هالكرسي انا اللي بقرر، وما في اجازات وما في اجازات. انت الحكي معك ما منه فايدة، احسن شيء روح شوف المدير هو بياخذ لي حقي. الله لا يحكم فينا مرة. خليه يروح يبقى حاله عند المدير، خلي المدير يعرف انه ابنه ماسكينه الشرطة. وانت كمان؟ وبعدين معك اينشتاين؟ ما بدك تقولي لي المدير هون ولا مو هون؟ ايه هون، شو بدك فيه؟ شو بدك تحققي معي انت عاوزه؟ عنده ضيوف. فوتي نادي له وقولي له استاذ سعيد عاوزك كلمتين. ليش شو بدك منه؟ لك يا عمي بدك تحققي معي، طيب نادي له وقولي له سعيد بلا استاذ سعيد، قومي نادي له. ايه ايه استاذ عاصم! استنى شوي. يا اخي شو بكون؟ كله بده يفهم شو فيه، شو القصة؟ لك شو فيه يا سعيد؟ شو فيه؟ ليك العياط؟ شوف استاذ عاصم، يا بتعينوا رئيس القسم دكر، يا برتكب جريمة، يا بتنقلوني من القسم كله. لك يا اخي انت ليش بتكرهني سؤال؟ شوفي بينك وبينه. لو كان رئيس القسم دكر كنت نفضته بكس، دميته، كسرت له منخاره وفكشت ايدي، بس هي مرة ما بقدر احكي معها شيء انا. معنى هالامور واصلة لحد بيناتكم. لك هم معقول يا استاذ عاصم، انا ابني بالشرطة وحضرتها متصنبعة هيك حاطة رجليها بالحيط وما عم ترضى تعطيني اجازة. ليش شوفي شوفي بالشرطة. ليش انا بعرف شو القصة؟ ما انا بدي روح لافهم شو القصة، وبس اعرف شو القصة بجي بحكي لك شو القصة. ايه لك هالروح، انا بحكي مع افتكار. مثل ما عم فهمك ها؟ الشغل كله علينا استاذ عاصم، واصلي معي لهون. واسمع لقلك، ما حدا عم يشتغل بالمديريه غير الدكوره. اشتغل يا شقي لهذا المتكي، لك كل الشغل علينا، ما عم يتحركوا، لك ما عم يعملوا شيء. اضرب حالي بالحيط. لك بس خلاص خلاص، بعدين نحكي. ما بتطلع صرافتكم غير قدام الضيوف، يلا روح. ماشي. هلا لا تعلي لي قلبي سيد سعيد، أكتر من شوف ما بقدر، بدك تشوفه تفضل، أهلا وسهلا. تسلم معلم، بس أنا باخده بنيمه بالبيت والصبح بجيب لك يا. ما بقدر. ابنك مو عامل شجار حتى غض الطرف، ابنك متهم بالاعتداء على العرض، تعرف شو معنى الاعتداء على العرض؟ وهي قديش محكوميتها؟ يعني بدك تقول من 15 يوم لثلاث سنين. الله لا يوفق. حسب التهمة اللي بتوجه له اياها المحكمة. طيب ما بنقدر نلفلف الموضوع قبل ما يوصل للمحكمة؟ في خد لك كيليين حلو ومزهرية وروح ترجى الجماعة، بركي بيسقطوا حقه، هذا هو الحل الوحيد. طيب إذا ما سقطوا حقه؟ مثل ما قلت لك، من 15 يوم لثلاث سنين. إذا مجرد تحرش راح فيها 15 يوم، أما إذا كان محاولة اعتداء على العرض أو اعتداء راح فيها ثلاث سنين. طيب حسب المحضر اللي عندك شو؟ ثلاث سنين. الله لا يوفق. شو؟ الله يصلحه ويهديه. لك ابنك متسلل على البيت لجوا، واحتمال ينضاف جريمة دخول البيت بشكل غير مشروع. لك أنا بعرفه ابني ما بيعمل هيك شيء. لك ما حدا بيقول عن زيته عكير، كل الأهل بتقول عن أولادهم أبرياء، بس مع الأسف هيك جرائم عم تصير. طيب بقدر شوفه؟ تقدر يا وليد. نعم سيدي. خده لعند ابنه. حاضر سيدي. كتر خيرك. الله معك. حسام النايحة. حاضر. زيارة. بابا بابا الله وكيلك أنا بريء، على شو أحلف لك إني بريء؟ بابا تطلع فيي بريء بريء، أنا ماني عامل شيء. ألف مرة فهمتك لا تدخل بقصص النسوان قبل ما تصير تفهم عليهم، بتعرف حالك مع مين علقان هلا؟ بابا أنا لا تدخلت ولا قرشت حدا، ما عملت شيء، قالت لي فوت قمت فتت. هلا سألت لك فوت بتفوت. طلبت مساعدتي، نختني من جوا، قال فلتاني عند الحنفية، قمت فت انا بس ركبت لها الجلدة، بس ركبت لها الجلدة. لا تبكي، شد حيلك، الحبس للرجال شباك. ابن النايحة انت. بابا بس هدول جوا مو رجال، هدول كلهم سرسرية وزرقاء. عفوا عم يحكي معي. بابا على كل حال حسوب حسابك بجوز تطول هون. شو طول ما طول؟ اذا طول هون بجن، اذا بنام ليلة وحدة بجن انا بموت. لك شو لمسة نبيلة طالعك؟ بجوز تنام هون، حط اسوأ الاحتمالات. طيب ماشي بابا، لا تروح هلا، فوت عود معنا شوي، اشرب لك شاي هيك مع الشباب. تضرب على العزيمة شو؟ عفوا عم بحكي معه، بدك شي بابا؟ سلامتك بابا. اخي الو عم له السلام عليكم. الله معك بابا. قوم سوي شاي ولا حرك امرك معلم. شفته؟ اطمنت عليه، لحمست له
له على شعره، قلت له كغي. شفتوا؟ بس القصة اللي عم يرويها ابني غير القصة اللي انتو عم ترووها. بعرف، عم يدعي انه هي اللي استدرجته للداخل، مكتوب عندي بالمحضر. طيب ليش صدقتوها إلها وما صدقتوه له؟ لك نحن ما منصدق حدا، نحن عنا معطيات وعلى ضوءها منقرر. اقوال الشهود كلها ضد ابنك. ماشي لا تضوج، روي. ممكن تتكرم علينا وتعطينا عنوان اهلها للبنت، بلكي منحل الموضوع بالتراضي. ممكن، بس انا من هلا بحذرك، اي تصرف ارعن بحطك جنبه. لك حاكيني باحترام شبك، انا مواطن بهالبلد ومحمي والقانون بيحميني. لك رح يصير عمري 50 سنه لسه بتقلي ارعن وما ارعن؟ عم اقول لك بلكي منحل الموضوع بالتراضي.